البليد موقع أثري في ولاية صلالة بمحافظة ظفار. تقع البليد على بعد أقل من 100 متر من ساحل المحيط الهندي، وهي مدينة معروفة من قبل المؤرخين الإسلاميين باسم ظفار. ورغم الدمار الذي تعرض إليه الموقع، إلا أنه بقيت منه مساحة تزيد عن 1500 متر مربع في 800 متر مربع. وقد حدد عالم الآثار باولو كوستا عام 1979 مساحته بحوالي 1600 متر مربع في 400 متر مربع، بحيث يمتد على طول الساحل شرقاً إلى حدود منطقة الحافة. ويضم الموقع شواهد أثرية تنتمي غالبيتها إلى العصور الإسلامية الوسيطة، ويشغل الجانب الغربي من الموقع المباني الرسمية الضخمة والمقابر وبقايا الجدران الحجرية والأعمدة ظاهرة على السطح. وصف الموقع من قبل الأوروبيين منذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر الميلادي، فقد زاره هاينز وتلاه كروتندن عام 1836، وكارتر في الفترة من عام 1846 إلى عام 1851، ومايلز في الفترة من عام 1883 إلى عام 1884، وبنتس في الفترة من عام 1895 إلى عام 1900. وبعدها جاءت المؤسسة الأمريكية لدراسة الإنسان عام 1952، وأجرت حفريات غير منظمة على المدينة القديمة، خصوصاً في القصر وبعض المباني المهمة بما فيها المسجد الجامع ومدخلي المدينة. وقد ظهرت نتائج هذه الحفريات في رسالة دكتوراه ويندل فيليبس عام 1972، ونشرها ألبرايت عام 1982. وقام باولو كوستا في عام 1978 بالتنقيب في ثلاث مناطق رئيسية، هي المسجد الجامع، والمنطقة ألف التي تتضمن الجسر الغربي ومدخل المدينة، والمنطقة باء التي تتضمن جدران المدينة إضافة إلى مسجد. وفي عام 1995 بدأ مايكل يانسن من جامعة بوخوم برنامج عمل لمدة ثمان سنوات لتحويل موقع البليد إلى منتزه أثري.